في استعدادات طرومي كامل غادي يكون ان شاء الله قدام ساحه محمد الخامس امام ريجينسي. غادي نجروا ان شاء الله بفضل الله غادي يكون الناس ديال الفرقيناس وغتكون غيكون هذا الفوز للمغرب والجديد نتوما عارفين عزيز صالح حيت الكوبتر راه باقا كتسنى من طنجه اسبانيا من شعري ان شاء الله كلهم غيديروا مسيدنا وانا فخور بالشعب المغربي.